نحكيه على وسائل النقل العمومي في تونس ونحكيه على المشاكل اللي يمر بها المواطن، ويقول لك ليزي روتار ليزي، فما برشا مشاكل بتعدى، وزيد مترو يخدم على سكة واحدة مما يخلي المواطن ينتظر أكثر من ساعة. شو رأيك؟ والله بالنسبة لي أنا بتكلم باسم الطلبة، معناها تحطمنا نحن في جر الترانسبور هذا الموجود، تحطمنا عباد ما عادش توصل تقرا، مترو تقعد سنة بالساعة، بالساعة ونص، بالساعتين. وزارة النقل مازالت هبطت بلاغ قالت لي هي ما عنديش افكتيف وباش تحاول تعالج المشاكل اللي موجودة على المدى القريب، قالوا المدى البعيد. أما أنا راك البلاد الكل معناها ما فماش أمل، لا في ترونسبور كي الصحة كي دومين الكل، ما تصورش كان فما أمل. مش باش تبدل حتى شيء، باش نقعدوا ديما هكا عالم متأخر عالم ثالث، مترو هاك ترا يقعد بالساعة، ساعتين ونص باش يجي، عباد مش قاعدة تمشي تقرا، عباد مش قاعدة تمشي تخدم. فماش افكتيف، ما فماش ماتريال، هذيك هي تونس. انت قلت كلمه توجع على الاخر، قلت انا طالب وتحطمنا احنا الطلب. اي مانيش قاعدين نمشيو نقراو، نحن مانيش قاعدين نمشيو نقراو هنا. والله اليوم اليوم ماما نقراو، قعدنا نستنوا في المترو ساعه ونص وانا مروحين، مروح راجع للدار. جيت من المدينه الجديده لهنا باش نمشي نقرا في منوبه، مترو الكات قعد ساعتين بالجي، ساعه ونص بالجي. يقول لك ما فماش فلوس، هانا نقصوا في التيكيات، احنا كطلبه نعملوا في ليزابونمون، نقصوا في التيكيات، هم حاطين هما اللي كونترول واقفين في البيبان كل الفلوس اللي قاعدين يقصوا بها هذيك وين ماشي. قاعده تمشي في شهاري الخدامه نتاع السنتي، قاعده كلها تمشي شهاري، مش قاعده تمشي الماتريال ولا ليزيفيكتيف ولا مش قاعده تمشي في حد شيء. احكي لي على ترافو اللي قاعده تصير. لي ترافو يقول لك صباح وليل، يقول لك انا قاعدين نخدموا ليل نهار، ويقعد بالشهر ترافو عليه شهر. خي يبنيو في قنطرة هما ولا يبنيو في بلاصات سكة تقعد فيها شهر، مش معقول. والإصلاحات متاع السكة اللي تقعد مرة واثنين وثلاثة في وقت وجيز، هو يقول لك باش نحسنوا الانفراستركتور متاع السكة كل شيء. لأن قاعدين راهو الانفراستركتور لحد شيء، متروك تبدا تمشي بيد هز ويتخفض 200 ألف مرة في الدقيقة. دونك مره ما نعرفش كل ما نلقاو شنو يحطوا الفلوس، ولا والله ما نعرف انا اللي ترافو هذم شنو علاش يعملوا فيهم ولا شنو اصلا. مش قادر في حتى تمشي على سكه واحده بالطبيعه، نتعطل في المرويح ونتعطل في المشي. سام فما حتى طالب يقرا في منوبه يوصل 8:30، هذه حتى قاعده، حتى ايتوديون يقرا في منوبه يوصل 8:30، فماش لازم تخرج ل 4:30 نتاع الصباح باش نجم تقرا 8. والله يا مواطن معطل، مش كان في السكه، مواطن معطل في كل شيء، الطرقات كلها محفره، السكه ديما في لونترتيا، ترينوات ديما في لونترتيا. لا غير بلاي تونس كارونا فيها تكتبش عليك الحق، الواحد ما عادش حاب يبقى فيها البلاد جمله. ديما مش كان في السكة بركة، ما في الطريق في السكة في الإدارة ديما معطلين في كل شيء، تمشي لأي بلاصة ديما تونس ديما معطل، في تونس ديما معطل، ديما أرجع غدوة ديما استنى، ديما ماشيين في الروتار نحن. أنا رأيي كما رأى الناس الكل، إذا كان أشغال تدوم بالأشهرة وبعد أشهرة تزيد تتعاود نفس الأشغال هي بيدها، دونك وين المسؤولين؟ وين الرقابة؟ وين المهندسين اللي تتبع من الأشغال؟ كما راهو كما الطرقات كما السكه كما كل شيء، فهمتي؟ واذا لازم تكون معناها ثم صرامه في وثم ناس تتبع الانجازات والذية، علاش نقعدوا المشاريع اللي تعمل لازم ثم متابعه وراه، مش اعمل مشروع واعطيه المسؤول ولا اعطيه الخدامه الشركه ويتخدم صي هكا بدلنا عملنا، والعباد اللي تمشي بس مترو سكه واحده اخزر انت الدندان واخزر غيره واخزر غيره، مش معقول هذا. شل الناس معناها تفيق، معناها المسؤولين في الشركه هذه راهي شركه وطنيه، راهي تبع الدوله، راهي كذا، باش نقولوا ما ناخذوا كان جار شركه خواص شيء مؤسف. موجوده المشاكل هذه من اولها، راه من اول ما بدينا، من اول ما نقول لك حاجه، شفت المترو ساعة اول حاجه الصباح ما خدينا المترو كان بالسيف، متروات مترو واحد تصور انت يهزك باش يهزك الباب سعدون ولا يهزك البرشلونه، ما فماش متروات باهي. ترانسبور توا تستنى كارة تستناها بسوايع باش تاخذ كار، فماش ترانسبور جملة ما فماش، يعاني المواطن. تصور أنت تخرج من الستة متاع الصباح ما تلقيش باش تاخذ، تولي ترسيلك روتار، فهمتني؟ وزيد معاناة في الخدمة ومعاناة في المتروات ومعاناة في الكيران، ما فماش معاناة. المعاناة نعانوا فيها ما كل عام، احنا توا مش منطورة، فهمتني؟ اليوم المواطن يتسائل يقول لك علاش الصيانه تصير مره واثنين وثلاثه، يعني تصليح السكه علاش يصير مره واثنين وثلاثه في وقت وجيز. والله ما نعرف انا هذوما، ما نعرفهمش، ما نعرفش علاش انا، فهمتني؟ ما عنديش فكره عليها الحكايه هذوما، فهمتي؟ الصيانه هذه ما نعرفش. وبالحق راهي
مش اول مره راهي تصير الحكايه، راهو ديما 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 هذه صار المحطات نتاع الترافو هذا ديما صاير، فهمتني؟ ومانيش فاهمين شنو ديما المواطن الزويلي ما يفهم حتى شيء، يفهم حاجه مثلا ثم ترونسبور يطلع باش ياخذ الخدمه باش ينجم يخدم باش ينجم باش يعمل حياته اليوميه، فهمتني؟ باش يروح العشيه في داره ايها الناس، يجي يلقاها كلها معكوس الصباح في الليل لا في اي وقت راه، حتى من التاكسيات انت اكثرش من التاكسيات، التاكسيات هو اللي يوجهك، هو اللي يوجهك وين تمشي. كي يجي المترو روتار شو تعمل انت؟ ما عندي ما نعمل انا، نولي نستنى نستنى نستنى، ما عندي ما نعمل. ما يقلقكش قداش؟ ما بطبيعه ما يقلقنيش، حتى كي باش نمشي باش باش بطبيعه باش نمشي الغادية للخدمه باش ناخذ البخص بطبيعه، ومش ونبقى كل يوم ديما كل يوم ديما كل يوم ناخذ البخص من الخدمه انا. هو كيما نشوف الوضع في تونس وضع رديء للغايه، انا نعيش لبرا وزيد توا عندي 10 سنين في تونس ودرت العالم والسماح، بلادنا مشات وما اظنش كان باش تصلح نهار، على خاطر اللي هذا يحب نروحو والشيء كثر علينا وما عادش نجمو باش نرجعو كيما كنا، امبوسيبل. هو السيد الرئيس توا عامل مجهود ولكن ما ينجمش يخدم مادام لي كونكيرون كونترو، امبوسيبل دافونسي. سي بور سيت ريزون معناها الناس هاجة، انا عندي فاميلياتي لاباس بهم، مكاناتهم موجوده طب وكل شيء، خارجين من البلاد. وانا زاد عندي 10 سنين وخاسر في مشروع عامله هنا في دار كبيره، خاسر فلوس ما هي فلوس وكاوا مش نخرج، ما عادش حتى شيء يخليني. وقت تشوف السكه انت مثلا في جهه تبربه وجدايده، السكه من حينها القديمه لتوا ملوحه ابوندوني هكاك اللي بجنب، لا شيمان دو فار يجي يهزها بور لو ريسيكلي، فهمني؟ نو هنا كنت تشوف الوضع تاع الكيران في الاخر، ممكن ياسر يقولوا العباد تخلص ولكن الدولة مش عاملة حتى مجهود، الدولة بالحق قاعدة تاخذ في فلوس من عند المواطنين، كياسات مكسرة، كيران وقت تشوف فيها حالة، ما عندناش ناس واقفة في البلاد، واحد ما ينجمش يقاوم راهو الرئيس، ما ينجمش الكل. تشوف ترونسبور ساعة يجي وساعة ما يجيش، وعباد فوق بعضها في البيحة، بلاد ماهيش تقوم لها قيمة هذيا حاسة. عندك تسنى؟ توا عندي والله كنت نستنى في باب الخبر في المترو قريب ساعة كام، توا هاني لهنا عندي يجي نص ساعة. ساعة ونص انتظار هذوما. ساعة ونص انتظار، والله كنت عندي ماشي عندي في شكون نستنى، بطلت نستنى فيه العشرة باش نوصل له نص نهار، ما عندي ما نعمل بيه. هيك وليت راني روح. فما إمكانية أنه تتصلح وضعية النقل في تونس؟ لا. لا. علاش؟ لا. خاطر اللي شادينهم كل الغلط منهم هما. احكي لي على السكه، شنو اللي يخلي السكه تتصلح مرتين وثلاثه في وقت صغير معناها؟ ما خاطرهم التجهيزات من الاول، ماهوش خادمين على سكه صحيحه، ماهوش خادمين على سكه صحيحه. هذيك علي كياسات انت هاك تشوف تاع عرفت دي بانو في رواحهم بها تاع دي باناج، الحكايه اللي يعملوا في الخدمه هذي تاع دي باناج يخدموا في خدمه السقاط. على خاطر ما همش عاملين معناها بلون صحيح يخدموا عليه، ما همش عاملين يتيد صحيحه. نورمالمون انت كي باش تخدم حاجه باش تصلح صلح اخدم، هم فماش حاجه افي، اما اخدم ديما على بعيد، مش تخدم خدمه تعمل باش تعمل يتيد، انت ديجا باش تعمل بروجي معناها باش تخدم باش تصرف فيه فلوس، باش تجيب مقاول يخدم، باش تحبس فيه الترينو، باش تعطل المصالح نتاع العباد، اخدم من فوا بور توت معناها مره واحده، مش تعاود كل عام عامين تعاود ترجع تعمل لونتروتيا. ما هي بنتي ناقصه دراسه، كانت دراسه، انسان مش يعمل دراسه مش يتبع السكه من برشلونه للبن عروس، يشوفوا النقاط اللي هي اللي معناها يلزم تتصلح ويلزم كذا يتبعوها. اما ناس اليوم صلح هنا غدوه تقعد شهر شهرين تعاود البون الاخر يزيد يصلح، هذيك راهي المشكله، ناقصه المسؤوليه نتاع المسؤولين على المشاريع هذه وعلى الليبان وعلى كذا، ما عادش تسيبت الدنيا و يظهر لي في كل المناسبات المواطن هو اللي يدفع في الضريبه، هو اللي يخلص الضريبه، شكون هما بكرهبه؟ المواطن هو اللي قاعد يخلص الضريبة، ومش من المواطن راهو نتاع نهار، ثم ناس يوميا من الصباح انت يقوم الستة والخمسة ونص وشوف العباد كيفاش تجري على النقل. لا يزي معناها النقل معناها نتاع الكيران، لا يزي المتروات ويزيد يوصل يلقى يمشي على السكة واحدة. اللي يستنى يقعد في دندان ولا في منوبة ولا في كذا، وقتاش يوصل المترو وقتاش يرجع. إن شاء الله العباد تفيق وإن شاء الله المسؤولين تفيق والناس كلها، راهي تونس مش نتاعك أنت ولا راهي نتاع الشعب الكل.
وراي مش متاع قيس سعيد ولا متاع رئيس مدير عام ولا الوزارة، راي متاع الناس كلها.